الله سبحانه وتعالى أكرمنا بعبادات عظيمة. الإنسان يبادر لا يقول راح علي الوقت ولا يقول أنا ما يمديني. لا 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 يمديك. العروض الربانية الرمضانية ما زالت قائمة ترى، ما زالت موجودة. أذكر نفسي وأذكر يعني المشاهدين الوقف، إذا ممكن أعطي مثلا حصة بسيطة، الوقف اللي في المدينة. أي وقف الصدقة الجارية التابعة للبر. الصدقة الجارية يجمع، والله نصيحة، فلوس اللي في حسابك تراه مهيب لك، تروح إما كماليات أو أشياء تافهة أو أشياء قد ما تنفعك. فلوسك هي اللي إيش تتعامل بها مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى، اللي تبقى لك يوم القيامة صدقة. الصدقة الجارية هي التي تبقى معك، والله سبحانه وتعالى يبارك لك حتى في حياتك، يبارك في مالك، يبارك في أبنائك، يبارك في عملك، يبارك في بيتك بهالصدقة هذه. فأنا أقول يا جماعة أن ما زالت أبواب الخير مفتوحة ومشرعة. السباق السباق. بشرى لطيبة بالنبي تأخيا وتأفى، ولمن تصدق أو عساه في المدينة أوقفا.